السلام عليكم شباب، اهلا وسهلا بيكم، اهلا بكل المتابعين، ومتشكر ليكم ومتشكر على دعمكم المستمر. معانا النهارده الاداه ديت، انا بصراحه مش عارف اسمها ايه بالظبط، ولكن هي دي عشان عمل كابولي. يا ريت لو حد يعرف اسمها يقول لنا اسمها عشان نكتبه في وصف الفيديو. انا شفتها فيديوهات كتير جدا وحبيت اعملها، وبصراحه نجحت معايا الفكره، فحبيت اصورها لكم بحيث الكل يستفيد. ومعانا النهارده كابولي بسيط جدا، لو حابب تشوف طريقة تنفيذها خليك معايا لنهاية الفيديو، وإن شاء الله هيكون في معلومة مفيدة. تابعونا يا شباب. محتاجين 3 قطع خشب نفس المقاس بالظبط، ممسوحين وزي بعض. تمام، دي طولها ممكن مثلا، دي طولها 14، ممكن 15 13، يعني في الحدود دي. تمام، ودول زاويتين أنا لقيتهم بالصدفة، لقيتهم مناسبين جدا لأن الثقوب يعني زي بعض، لو حطيناهم كده هلاقي زي بعض بالظبط. انا عايز 3 ثقوب يكونوا ثقب في المنتصف واثنين في الاطراف يكونوا متماثلين تماما. تمام، الزاويه دي بتلاقيها عند الناس اللي بتبيع الحاجات بتاعه الخشب، هي دي بتستخدم في تثبيت الزوايا، يعني تثبيت الخشب ببعضه بالمنظر ده. فاحنا هنجيب الزاويتين دول وهنقصهم من هنا كده. تمام، خلينا نشوف مع بعض. علشان نقص الزاوية الحديد دي هستخدم المنشار ده، منشار الحديد اهوت، شايفين؟ هجيب الاركت وابدأ اغير السلاح بتاعه بتاع الخشب، واحط منشار الحديد بالمنظر ده. ابدأ امسك الزاوية كده اثبتها بايدي كويس، وابدأ بالمنشار اقطع. نقطة مهمة جدا يا شباب، وانت بتقص الحديد بالمنشار لازم تلبس نظارة لان البرادة دي كلها بتطير في عينيك، فخلي بالك من النقطة دي. طبعا دول بعد ما قصيتهم بقوا بالمنظر ده كده. لو ما قدرتش توصل للزوايا ديت جاهزة، ممكن تجيب صفيحة منشار عادية، او ممكن تجيب مسطرة معدنية زي دي وتقصها وتقطعها قطعتين يبقوا متساويتين تماما. وانت بتخرم لازم تتأكد ان الثقوب قد بعض بالظبط، يعني الناحية دي زي الناحية دي تماما، تمام، عشان الشغل بتاعك يطلع مظبوط. وزي ما قلنا لو مش موجودة ممكن تجيب صفيحة منشار وتقصها وتخرمها بالمنظر ده. طيب بعد كده هنبدأ نجيب الـ3 قطع خشب دول، نبدأ نعلم فيهم في الجنب ده وفي الجنب ده وفي المنتصف. هبدأ باستخدام المسطرة اخد علام بعد 2 سنتي. تمام، واحاول اكون دقيق جدا في العلام بتاعي، علشان على مدى دقتك على قد دقتك هيطلع الشغل بتاعك مظبوط، وهتبقى المعدة بتاعتك شغلها. هبدأ أعمل ثقوب في الخشب بتاعي، وأحاول على قدر الإمكان إن الثقب بتاعي يكون عمودي، فهستخدم الزاوية دي، إحنا شرحناها قبل كده في فيديو لعدة المساعدة، هظبط بيها بحيث الثقب يكون عمودي تماما على الخشب. بالمنظر ده. تمام، بعد ما عملت الثقبين دول هبدأ أعمل الثقبين اللي في النص بتوع الكابولي. الكابولي الأول خلينا نتعرف عليه. أنا عارفين الخل بتاع اللحمة الطويل ده، في منه أنا لقيت بالصدفة في منه مقاس كبير اللي هو ده. تمام، ده حجمه كبير شوية، ده مصنوع من الخيرزان. لو بصينا كده مصنوع من الخيرزان اللي هو البامبو، نبات البامبو مصنوع منه، فده قوي جدا يعني لدرجة إن هو أقوى من السويدي، فأنا جربته بصراحة وممتاز. فبجيب ريشة أو بنط نفس المقاس بالظبط اهوت، نفس المقاس بتاعه، وهبدأ أخرم بيها الثقبين دول. بعد ما ثبتت الجزئين دول كده بالمنظر ده، تمام، هبدأ أجيب الجزء اللي في النص وأقلب دي كده وأبدأ أثبتها بالمنظر ده. تمام، بس هرفع دي شوية كده عشان أعرف أربطها. هبدأ أقص الجزء ده لأن الجزء ده هو العلام اللي هعرف منه المنتصف. تمام،
بعد ما ربطت المسمار اكتشفت ان هو طويل وطالع من الناحية التانية، وللأسف ما عنديش مسمار صغير، فهبدأ ألفه أو أربطه في قطعة خشب وأقطعه باستخدام الأركت بحيث أقدر أربطه. دي كده زاوية يا شباب اهيت، زاوية قايمة قطع 45 عايز اركب فيها الكابولي. اول حاجة بحط الزاوية هنا كده واجي في المنتصف واخد علام من هنا وهنا، تمام؟ وهنخلي العلام زي ما احنا شايفين كده، هنخليه عند اللحام هنا، بس لازم ابينه من جوه، لازم ابين الخط بتاع المنتصف من جوه كده علشان اشوفه وانا شغال. وابدأ اجيب القطعة بتاعتي دي وابدأ اثبتها كده واظبط، شايفين النص، واظبط المنتصف. طبعا الإضاءة مش مبينة قوي، خلينا نوضح الخط أكتر عشان يبان في الإضاءة. هوضح الخط بتاع المنتصف، حط القطعة بتاعتي كده وأبدأ أجي عند خط المنتصف بالظبط، شايفين؟ أيوة كده بالظبط كده، وأبدأ أثبتها بالفتيلة المعدنية. بعد ما ثبتها كده بالفتيلة بالمنظر ده واتأكدت ان العلام اللي جوه في المنتصف عند الزاوية هنا بالظبط، ابدأ اجيب الشنيور بتاعي وابدأ اخرم في نفس الاماكن اللي انا اخرمها قبل كده، واخلي الريشة مستقيمة بالمنظر ده كده. تمام، نفس اللي انا عملته هنا هعمله في الزاوية التانية. هبدأ بعد كده اجمع الشغل، حط الكابولي بتاعي جوه الثقوب. لو انت الثقب بتاعك العمق بتاعه مثلا سنتي، يبقى الكابولي هيبقى 2 سنتي عشان الناحية التانية. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نجمع بقى الشغل كده. الزاوية اهي اهي يا شباب، الزاوية مظبوطة اهي زي الفل. تمام، دي طريقة سهلة جدا، انا شفتها طبعا في فيديوهات كتير وحبيت انقلها لكم. في نقطة عايز أقول عليها، مهم جدا إن يكون الجزء ده في المنتصف تماما، تمام؟ يكون هنا في المنتصف تماما. تاني حاجة، لازم تكون القطعة الخشب دي أصغر من القطعتين دول عشان هي اللي هتمسك على الخشب بالمنظر ده كده، تمام يا شباب؟ في حاجة عايز أعملها، إن طبعا لما تستخدم الشنيور في الثقبين دول كتير هيبدأ يتأكلوا، فأنا هبدأ أجيب قطعة معدن وأحطها هنا. طبعا في فيديوهات كتير الجزء ده بيحطوا فيه جلبة معدن عشان تحافظ على الخشب ما يتاكلش من الريشة او البنطة، لكن للأسف الجلبة دي انا ما قدرتش اوصل لها. فممكن نتحايل على الموضوع بان نحط قطعة معدن اهيت، تمام، احطها هنا كده واثبتها بحيث المعدن هيحافظ على الخشب من التآكل وتعيش معاك فترة طويلة. طبعا هي مسقوبة، هي كانت جاية مسقوبة جاهزة يعني، فانا هزود بس الثقب بحيث يبقى نفس مقاس الثقب اللي في الخشب. خليكم معايا كده، كده ركبنا الجزء المعدني ورا اهوت، تمام. لما تعملها ان شاء الله هتلاحظ ان انت ممكن تلاقي فيه هنا فرق حوالي ملي، تمام. الفرق ده مش مشكلة، بس هتلاقي الناحية التانية مظبوطة، فلما تلاقي فيه ناحية مظبوطة يبقى تشتغل بالناحية المظبوطة، يعني ما تشتغلش كده بقى، اشتغل كده، تمام، تظبط الخشب بالمنظر ده كده، واضح؟ اتمنى يا شباب يكون في النهاردة معلومة مفيدة، يا ريت لو كان في استفادة تدعي لي بالتوفيق وقول جزا الله خير. ممكن نشوف الفيديوهات السابقة، ممكن نشترك في القناة. شكرا ليكم يا شباب، وما تنسوناش من دعمكم ودعائكم، ومع السلامة.